صباح الخير مشاهدي برنامج يوم جديد. تغطيتنا ما تزال مستمرة لفعالية النسخة 26 للمعرض الدولي للكتاب والناشر بمدينة الدار البيضاء. هذا المعرض الذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاث فضاءات. هناك فضاء خاص بدور النشر، سنتعرف وإياكم على أبرز ما يعرضه هؤلاء الناشرون من عناوين كتب. هناك أيضا فضاء مؤسساتي، سنقوم بجولة بين أروقة المؤسسات والهيئات التي تعرض في هذه النسخة، وهناك أيضا مجموعة ندوات وسلسلة نقاشات فكرية سنتعرف على مضمونها. نحضر ونجهز أغلب الكتب الجديدة بمناسبة هذا المعرض. مثلا أنا هذه السنة عندي 26 عنوان جديدة، وكان عندي كتاب اللي هو اعتبر الكتاب الحدث في هذا المعرض، وهو كتاب حول الأستاذ عبد الرحمن يوسفي، دروس للتاريخ. تمتاز هذه الدورة بجمالية الأجنحة، لا تناقش أنها أجمل دورة من ناحية التنظيم. المشاركة العربية قوية ككل سنة. الحضور الجسدي مهم للكاتب مع القراء، أن يتحدث معهم، أن يناقش معهم بعض تفاصيل ذلك الكتاب، أن يتعرفوا إليه. من بين الفضاءات التي تعرف إقبالا كثيرا من طرف زوار المعرض الفضاء المؤسساتي، والذي يضم عددا من المؤسسات والهيئات الدستورية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحضر معنا هنا السيد رئيس شعبة التواصل بهذا المجلس. سي الخضراوي، ما هي أبرز الأهداف المرسومة لهذا الرواق؟ أولا فرصة للمرة الخامسة أو السادسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكون يعني متواجدا بفضاء عمومي كالمعرض الدولي للكتاب، لأجل التواصل مع يعني العموم، مع المهتمين، مع المختصين، أيضا مع المواطن في لقاءات مباشرة. الهدف من الأول هو تقريب لغة الخطاب، تقريب المؤسسة للمواطن. كيفاش كتشوفوا تفاعل الجمهور اللي كيحضر أو الزوار اللي كيحضر معاكم؟ شنو هي الفئات العمرية؟ شنو هي المواضيع اللي كتستأثر أكثر باهتمامهم؟ أكيد أنه من خلال اللقاءات المباشرة معهم، أول تبان لك كاين احتياج لجميع المعلومات القانونية، ما كاينش واحد النوع متخصص، بالعكس هذا تأكد على أنه اليوم ورش نشر ثقافة ونشر المعرفة بصفة عامة ونشر المعرفة القانونية مسألة أساسية في دولة حق القانون. لا يعذر أحد بجهله للقانون، وهي دعوة مفتوحة السيد الخضراوي لزوار المعرض من أجل التعرف على ما تحتويه أروقة هذا المعرض، وتحديدا رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية.